السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، عالم ريتيل والسوبر ماركت. النهاردة إن شاء الله مع الجزء الرابع من حلقة قسم البقالة. النهاردة نتكلم عن كاتيجوري. احنا اتكلمنا عن الكاتيجوري، اول كاتيجوري اتكلمنا عن الجبن البيضة واتكلمنا عن الجبن المستوردة. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن كاتيجوري مهم جدا اللي هو اللحوم. واللحوم يعتبر بتأتي في المرتبة الثانية من بعد الجبن من حيث المبيعات والتشكيل السلعي وأهميتها داخل قسم البقالة. طبعا عملية التشكيل السلعي اللي هي بتأتي من قبل إدارة المشتريات واللي بتكون سبب رئيسي في جذب العملاء، وطبعا بيهتم بها اللي هو الشيف بتاع القسم أو مدير القسم من ناحية الطلب والمحافظة على الطلب والسيفت ستوك. يحدد القسم الثلاث فئات اللي عندنا دول اللي هو المستهدف من قبل العميل والطبيعي والإضافي. كل وضع منهم بيختلف عن الآخر. يعني اللي هو المستهدف من قبل العميل اللي هو العميل بيقصد الفرع بتاع حضرتك أو الشركة بتاع حضرتك عشان يشتري الحاجة اللي هو مستهدف ليها. الطبيعي ده اللي هو يعني بيعتبر متوسط الأهمية بالنسبة للعميل. أما بالإضافي فده بيكون حاجة محدودة من ناحية التشكيل بالنسبة للعميل، بتبقى حاجة مختلفة عن باقي الشركات. انت حضرتك عامل نوع سلطة ما حدش بيعمله غير حضرتك، حضرتك عامل بتجيب مورد معين بيميزك عن اي حد تاني، ده اللي هو الاضافي. في عند حضرتك شيفات كويسين ولكن دي بترجع للعمالة مش للتشكيل. طبعا في المقام الاول والاخير بيقع مهام التشكيل السلعي على الادارة التجارية بالتعاون مع ادارة التشغيل. دلوقتي نتكلم عن الكاتيجوري المهم اللي معانا في الحلقة النهاردة اللي هو كاتيجوري اللحوم اللي هو اللانشونات واللحوم عامة بصفة عامة. كاتيجوري اللحوم مهم جدا زي ما قلت في بداية الحلقة، ان هو بيعد في المرتبة الثانية بعد الجبن البيضة ويليه الجبن المستوردة، بعد كده المخللات والسلطات، وبعد كده الأسماك. اللحوم المستوردة بتصنع بطريقة ممكنة داخل المصانع اللي هي بتبقى ضغط اللحم المفروم او معجون اللحم في مصفى استانلس، وبالطريقة دي بيتم نزع العظام منها وبيخرج من الناحية الثانية بتبقى اللحم صافي، ويبدأ يضاف اليه بقى النكهات اللي احنا عارفين، يضاف اليه بقى البهارات، طبعا الملح والملح. اللحوم المبردة هي عبارة عن لحم مفروم او معجون لحم بيبقى بيتعبى في اسطوانات وبتطلع بالشكل اللي احنا بنشوفه اللي هي ايه الكوازي اللحم اللي احنا بنشوفها دي. طبعا واهم صنف في اللحوم عامة اللي هو اللانشون، واللانشون ده يعتبر كلمة بالانجليزي اللي هي اللانش ميت، ودي تعتبر وجبة الغذاء ودي وجبة مهمة بالنسبة للغرب، لكن عندنا في الشرق او في بلاد العرب دايما بنتكلم بنقول اللانشون ده اللي هو بتطلق عامة على اللانشون اللي هو البقري او اللانشون الفراخ. طبعا في عندنا تشكيل هايل من انواع اللانشون، في عندنا لانشون ساده وفي لانشون بالزيتون، وفي ده بالنسبه لانشون باري، في لانشون فراخ ساده وفي لانشون بالزيتون وفي لانشون المقصود بيه عندنا اللي هي اللي هو اللانشون طبعا بتعمل عمليه كبس داخل مصفاه استانلس، بيتم فيه نزع العظم عن اللحم ويتم اضافه اليه بقى اللي هي المواد الحافظه اللي هي الملح. الملح بيعمل عمليه تجفيف بنسبه 20% للحوم. طبعا المواد التانية اللي هي بتساعد على حفظ اللحوم اللي هي نترات الصوديوم والبوتاسيوم، ويتم اضافة النكهات بقى. يعني في عندنا في لانشون سادة وفي لانشون طبعا بالفلفل بالبهارات، وفي لانشون بالزيتون، وفي لانشون بالفلفل الاخضر والاحمر، وفي طبعا في قطع اللحم. فانواع اللانشون كتير جدا. يعني لو جينا نتكلم عن التشكيل بتاعها، في عندنا طبعا من ابرز شركات اللحوم بيتم كبس اللحوم ديت داخل اسطوانات اللي هي الاكياس اللي هي بتبقى الغلاف اللي احنا بنشوفه ده، وما بيتنزعش بسهوله، ما بيبقاش فاكيوم، لا بيبقى حاجه ملاصقه للحمه مباشره، لا يتم نزعه الا بالايد. من ابرز شركات اللحوم طبعا عندنا شركه حلواني وشركه المراعي، وفي شركه فرجيلو، وفي شركه دايم، وفي ريش فارم وريتش، وفي شركات كتير جدا يعني، وشركه اطياب. طبعا الاصناف عندنا في حلواني ساده، وفي حلواني بالفلفل، وفي حلواني تشكيل السلعي. التشكيل السلعي احنا عندنا في لانشون باري ساده، وفي بالفلفل، وفي بالزيتون، وفي بقطع اللحم. والفلفل ده في ناس بتقول عليه اللي هو بالبهارات، بيبقى فيه كمون وفي مجموعه توابل. يعني
نيجي عندنا الفراخ، بيبقى في عندنا لانشون فراخ سادة، وفي بالزيتون، وفي بالفلفل، وطبعا في اللي هو قشطة الفراخ، وده بيبقى صدور، ما بيبقاش معجون، بيبقى في قطع لحم اساسا. في عندنا طبعا اللي هو السلامي الجاف، وفي السلامي المطبوخ. والسلامي الجاف بيخش في عملية التصنيع، لكن المطبوخ بيخش في عملية الطعام على طول، الأكل الجاهز على طول بيخش في السلامي الجاف، بيبقى هو اللي هو يعني مشابه للبيبروني. والبيبروني طبعا في بلاد زي إيطاليا، نسأل الله العافية، بيعملوه من لحم الخنزير، وفي في تركيا بيعملوه من لحم الأحصنة، ولكن عندنا في مصر بفضل الله وفي البلاد العربية بيتم تصنيعه من اللحم الباري، سواء اللحم البارد ده مستورد او محلي يعني. وفي الغالب بيبقى مستورد يعني. فيها كان في زمان برضو بالنسبه لعائله اللحوم، كان في حاجه اسمها لسان بقري مدخن، ده كان بيجي اللسان قطعه واحده كده وتعمل له عمليه تدخين. طبعا بالنسبه لعائله اللحوم، في عندنا اللي هو اللحم البارد الجاهز اللي هو المربع، وفي الروز بيف، وفي عندنا الروستو اللحم الباري، وفي عندنا روستو اللي هو الرومي، وفي روستو فراخ، وفي حبش. الروستو بيتعمل من الفخدة اللي هو عرق الروستو، الحبش بيتعمل من صدر الديك، في حاجة تانية كانت اسمها باسترامي، هي دلوقتي قليلة جدا يمكن شبه ممحاة يعني. الباسترامي ده كان بيتم تجميع فيه الورك مع الصدر، ويتم عملية خلط ما بينهم يعني، وكان ليه شكل اللي هو كان نص دائري، ما كانش مربع ولا اسطواني زي اللانشون، كان نص دائري كده اللي هو البصل. عائلة اللحوم ايضا البسطرمة، طبعا في عندنا نوع، في بسطرمة بلدي، وفي بسطرمة شركات، في منها حلواني، وفي منها فرجيل، وفي منها فاكيو، وفي منها سوبر، ليها كذا، في كذا شركة، وفي كذا صنف من أنواع البسطرمة. في بسطرمة بتتباع بالثوم، وفي بسطرمة بتتباع مخلية، في بسطرمة بتتباع فاكيوم، يا دوبك بنشيل الكيس من اللي فيها نسبة توم بسيطة جدا فبتتباع دي. بتختلف طبعا من حيث السعر بتاعها والجودة والشكل. البصرمة طبعا لها مواصفات خاصة من حيث التصنيع. طبعا البصرمة بيفضل تكون من لحم الفخذ، وفي ناس بتقول من عرق التريبيانكو، ودي طبعا دي قليلة جدا، لأن طبعا ارتفاع سعر التريبيانكو مش هيقدر يوازي سعر البصرمة في السوق، هتبقى غالية جدا ومفيش حد يقدر يشتريها. فدلوقتي بقى اغلب الشركات بتعمله من شرايح لحم، بحيث تكون طول الشريحه بتبقى من 30 ل 50 سم، ويتم تكبسها في مكابس ووضع عليها التتبيله اللي حضراتكم عارفين، اللي هي نضاره الصوديوم والحلبه والثوم وتجفيفها. طبعا بتيجي لحضرتك بتبقى لسه الثوم عليها، بتبقى عامله عليها ماده حافظه خارجيه، تيجي لحضرتك بتبقى لسه معموله بقالها يوم او يومين بكتير جدا، حضرتك بتاخدها بتعمل لها عمليه تنشير، وساعة الاستلام بيتم خصم 1% من الوزن البسطرمة. ممكن تخصم أكتر يعني، يبقى حاجة كويسة يعني التجارية، زي ما هي مثلا بتقدر تجيب لك عرض في السعر، أنت حضرتك كراجل تشغيل أو راجل مشرف يعني في إدارة التشغيل في الاستلام، أو راجل بتاع الإف إم سي، بيقدر يستلم، بيعمل عملية خصم في الميزان، ويريد يخصم اكتر من 1%، بس هو طبعا على حسب اتفاق الادارة التجارية بتقول لك 1%، انت تقدر تخصم 1.5 2%، كويس، دي كلها فائدة للمكان. تنشير البسطرمة بينشر مش اكتر من 3 ايام، بحيث ان يعمل لها عملية تجفيف. وساعة التنشير بنعمل عملية، بنجيب شطة فلفل حامي وبيتحط عند الحبل عشان ما يحصلش عملية اصابة باليرقات وبالدود، لان وجود البسطرمة متنشرة طبعا فيها توم، وهي لحوم، بيعمل بتبدا عمليه بكتيريا، والبكتيريا تبدا تعمل عمليه يرقات، بقى تحول يرقات، والإيرقات بتحول لدود، وتبدا مشكله كبيره جدا يعني، تاخدها تخزنها في الثلاجه يبقى فيها دود. ولكن بيتم تخزين البسطرمه، بتبقى في عنايه في التخزين، في مكان جاف وهاوي، في تهويه يعني، وبنحط الشطه دياتي، وبعد ذلك بيتم تخزينها في درجه حراره من 3 ل 5 درجه مئويه في الثلاجات يعني. في ناس بقى طبعا بتعمل لها عملية رص عادية، وده خطأ، لأن مع الوقت بيحصل عملية كبس للبصرمة فوق بعضيها، وبتعمل عملية تعفن. ولكن الأفضل إن إحنا ممكن نيجي في التلاجات، بيبقى في مناشر دايما في التلاجات اللي هي غرف الخزين، بيتم تعليقها، بتبقى شكلها كويس وأفضل، وما يحصلش عملية خسسان ولا عملية تلف للمنتج اللي عندنا. من الاصناف برضو اللي هي داخل قسم البلد بتتباع، في بعض الشركات بتضيفها، وفي بعض الشركات بتخليها تبع قسم الجزارة، اللي هو السجق الاسكندراني.
سجق الاسكندريه طبعا صنف مهم جدا في قسم البقاله، وبيع بطريقه كويسه وليه ارقام بيع كويسه. يفضل ان هو يضاف لقسم البقاله، لان طبعا بيتعامل معامله البسطرمه برضو من حيث التخزين وليس التقطيع. يعني احنا ممكن برضو بناخده برضو بقى لسه فيه نسبه طراوه، وبيتعلق برضو يتجفف، بعد كده بيتم عرضه في الثلاجه ويبدا بيعه. طبعا جميع اللحوم وقت التصنيع بيتحط عليها زي ما قلت الاملاح والنطرات، ودي بتمنعها من عمليه الاكسده، وما تخليش الحاجه تبقى مزرنخه، اللحوم ده مزرنخه، فده بيعمل لها عمليه تطهير للحوم، وبيديها نطرات الصدور، بتديها اللي هو الشكل الوردي اللي احنا بنشوفه في اللانشونات. من ناحية حفظ اللحوم وإضافة نكهة مميزة وجيدة هي عملية التدخين. التدخين طبعا في تدخين على البارد، وفي تدخين اللي هو الحار أو الساخن. يعني التدخين طبعا بيتم بدرجة حرارة تتراوح من 75 ل 85 درجة سيليزية، طبعا دون التعرض للنار، بتتعرض لدخان الأخشاب. وطبعا الأخشاب دي بتبقى من أنواع مميزة، بتبقى من التفاح ومن القلز اللي هو الكريز، ومن اشجار الفواكه، لكن ما ينفعش طبعا اي اشجار. يعني حتى في ناس كانت بتقول لك اشجار الزيتون، لكن اشجار الزيتون بتضيف مراره للحوم طبعا، ودي بتحفظ اللحوم بجانب التمليح وجانب نظرات الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات اللي احنا بنحطها في اللحوم. في تدخين على البارد. البارد بيبقى بيتم الفصل ما بين الموقد او المكان اللي بيتم فيه التدخين وبين اللحم، وبتبقى درجة الحرارة هنا 40 درجة مئوية طبعا، ده وبيكسب اللحم مزاج جيد وطعم كويس، وطبعا بيديها درجة حفظ أعلى. ولكن في الموضوع التدخين على البارد، كتلة اللحم بتستغرق من 3 لـ5 أيام، وطبعا على حسب الحجم وحسب الكمية، ممكن تزيد طبعا ممكن تقل، بس ما بتقلش عن 3 لـ5 أيام. ده بالنسبة للتدخين على البارد. طريقة عرض اللحوم. وطريقة عرض اللحوم زي ما الشركات بتقول نظرية، شركة حلواني وشركة أطياب وشركة فرجل، بنقدر نميز الشركات عن بعضها البعض، والعميل يخش يقول لك أنا عايز مثلا إيه حلواني سادة، عايز أطياب بالزيتون، عايز فرجله مدخن. زي ما الشركات بتميز بعضها عن بعض، أنت بتقدر تميز نفسك راجل شيف واقف على البالة، بتميز نفسك بالعرض اللي أنت بتعمله. تبدا تعمل بعرض الكف، تبدا عامل عرض المدرج، تبدا تعمل عرض كويس فيه ديكوريشن كده كويس. العرض نفسه يعني في مثل عندنا بيقول ايه، العين بتشتري قبل البق. فطريقه العرض نفسها بيبقى ليها مقياس عالي جدا، وبيقدر يميز الشركه عن اخرى. في ناس بتجيب النشر بترص عمليه رص طوف في التلاجات، في شيف شاطر كده بيجي يمسك التلاجه بتاعته بيبدا يعملها طبعا مع جدول النظافه، بيبدا يغير العرض يوم ويوم، بحيث ان العميل ما يجيش يلاقي نفس الرصه اللي عندك، كل يوم بيجي يشوف رصه جديده وشكل جديد ومنتجات جديده، فدي برضه بتعمل تاثير على رفع المبيعات. ودي كانت نهايه الجزء الرابع من كاتيجوري اللحوم. شكرا لكم.